الحقيقة شرف كبير لي أن أكون في وسطكم وأتكلم عن حاجة أنا بحبها. طبعا أنا مش واعظ ماهر ولا حتى واعظ أساسا، أنا مجرد بحب الألحان القبطية وتعمقت فيها ودرست موسيقى بتوسع، واكتشفت أن الألحان القبطية هي حاجة عظيمة جدا وتراث روحي ضخم، وفي نفس الوقت تراث إنساني احنا مطالبين ككنيسة قبطية ان احنا نحافظ عليه، لان الكنيسة القبطية الام حافظت عليه 2000 سنة، ودورنا ان احنا نكمل هذا الحفاظ. ارجو ان يكون مكاني كويس لان انا مش عارف متعودين ابقى هنا، لكن ارجو ان ما يكونش في مشكلة في المكان الجديد ده عشان بس اقدر اشغل الداتش. الحقيقة حاجة كده هاخد فيها ربع دقيقة بالظبط اقول لكم ان الحان الكنيسة هي التراث الضخم اللي قدامكم ده، زي ما مكتوب تحت خالص كده، هو 1048 لحن، ده اللي احنا قدرنا نحصره. فالسؤال يجي، ليه الكنيسة عندها هذا التراث الهائل من الالحان؟ يعني ليه ما يكونش فيه 1048 اي حاجة تاني؟ بس بلاش ألحان بالضخامة دي. وحضراتكم عارفين ان بنيجي في يوم زي اسبوع الألام زي الجمعة العظيمة نسمع كمية ألحان من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 6 بعد الظهر، ألحان متواصلة. الكنيسة قائمة لترجيتها على الألحان. انما عايز اقول رد على بعض الناس اللي بيقولوا كلام مش مظبوط، ان الكنيسة بتاعتنا كنيسة بتاعت ألحان حزينة ودايما على طول بننوح ونقول اي بطريقة حزينة ونقعد نندب. انا عايز اقول لحضراتكم المفاجأة باينة في هذه الباي، انه ألحان الكنيسة الجزء الكبير جدا منها، الكبير قوي، كلها عبارة عن ألحان القداس المفرح وألحان أعياد وأكاليل. زي ما انتم شايفين كده كمية الألحان الخاصة بالأعياد والأكاليل ضخمة جدا، تمثل 28%، وبعد كده تيجي ألحان التسبحة تاخد 8%، وبعدين تيجي ألحان الحزيني تاخد 6% بس. فاللي بيقول إن الكنيسة بتاعتنا حزينة، الخريطة دي معمولة من حصر دقيق جدا اتعمل، وبتبين إن كنيستنا كنيسة مبهجة ومفرحة. إذا احنا قلنا الألحان بطريقة حزينة تبقى مشكلتنا إن احنا مش عارفين نقولها بفرح. لكن يجي السؤال، احنا ليه كنيستنا مهتمية قوي بالألحان هذا الاهتمام؟ الحقيقة من زمان قوي، من أول ما اتولد السيد المسيح وكان التسبيح علامة على المصالحة بين السمائيين والأرضيين. زي ما حضراتكم عارفين ان أول ما اتولد المسيح ظهر جند من السماء وقالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، وعملوا حاجة لطيفة قوي، عاملة زي اللي احنا بنعمله في الكنيسة اما بيجي المعلم ياخد الشمامسه ويسلمهم الالحان. عارفين حصه الالحان بيقف فيها المعلم ويجيب مجموعه الشمامسه ويقول لهم قول ورايا، ويقول ويعيد وراه. السماء عملت كده، جند الملائكه راحوا جايبين الرعاه وقالوا لهم قولوا معانا، قولوا ورانا، وهكذا انتقلت التسبيحه من السماء للارض وحصلت المصالحه زي ما بنقول في القداس، واصلح السمائيين مع الارضيين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير. فالحقيقة التسبيح بقى هو العلامة بتاعة المصالحة، فعشان كده الكنيسة بتتمسك بيه جدا وبتهتم بيه. بتهتم بيه أيضا علشان برضو المنظر اللي كلنا عارفينه، لما جه المسيح يدخل أورشليم جت جموع زي ما حضرتكم شايفين، جموع قدامه وجموع وراء. الآية بتقول الجموع الذين تقدموا والذين تبعوا، ففي ناس قدامه وناس وراه. ابتدوا هما الاثنين يحاوروا بعض ويقولوا انتفونا جميلة قوي، انتفونا يعني حوار بين فريق وفريق آخر، ويقولوا أصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب. طبعا النموذج اللي الكنيسة خدته بالحرف
وطبقته في لحن فلو جيمينوس. فلو جيمانو اللحن يعمل الحوار. الكنيسة أصرت أنه يبقى متماشي مع الإنجيل, أن يتقال جملة وصلنا مثلا تؤيو دافيد, وصلنا لابن داود, فالين وصلنا لابن داود, وكأن الكنيسة عملت الأنتفونة حقيقية. الخرس البحري يقول وصلنا لابن داود, والخرس الإبلي يقول فالين, وهكذا يعيدوا نفس اللحن تاني بنفس الجملة, ويحصل هذه الأنتفونة الجميلة قوي اللي اتعملت. الكنيسة متمسكة بالتسبيح أيضا, لأن السيد المسيح في العلية لما قعد مع تلاميذه الأطهار, الصورة اللي موجودة في كل كنيسة أول ما ندخل, يقول ماري مرقس في إنجيله في الأصحاح 14 ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون, وكأن السيد المسيح فعلا كان مع تلاميذه بيعلمهم التسبيح ويقول لهم قول ورايا, على غرار برضو الملائكة اللي عملته مع الرعاة, وعلى غرار اللي احنا بنعمله في الكنيسة, خرس إبلي وخرس بحري. وكتب التقليد بتقول أن السيد المسيح كان يجيد حفظ المزامير. طبعا كل الناس عمالة تهتفلوا أصلنا الابن لداود, معقولة ما مش عارف مش حافظ مزامير داود كان حافظها. الكنيسة آسف التقليد بيؤكد أن السيد المسيح كان بصوته العذب كان يطرح المزمور, وكان التلاميذ يجاوبون هللويا. زي ما حضراتكم عارفين أن احنا برضو بنعمل كده في أسبوع الألام, لما بيطلع الشماس يقول المزمور باللحن الإدريبي, وفي الآخر يقول مثلا افنوتي قالي, كلنا نرد عليه قالي إلويا. الحوار ده حصل هنا في العلية بالضبط, والكنيسة بتاخده وتنقله وتنفذه في أسبوع الألام, وبتنفذه في حاجات كتيرة جدا على مدار السنة في طقوسها الجميلة. من ضمن الحاجات اللي الكنيسة برضو نفذتها زي ما التقليد بيقول بالظبط, اللي احنا بنعمله يوم الجمعة العظيمة برضو لما بيتفتح ستر الهيكل دليل المصالحة, وكأن اللي حصل زمان قوي في ميلاد السيد المسيح ان بقت فيه انشودة السمائيين مع الارضيين, بقت انشودة واحدة الكنيسة بتعمله, بيخش خرس الشمس. بتفتكروا حضراتكم اليوم دون يوم الجمعة العظيمة, طول الصلوات بتبقى خارج المحلة زي ما بيقولوا, بتبقى خارج المحلة, وبعدين يجي في الوقت بتاع الساعة 12 تحصل المصالحة, وحجاب الهيكل ينشق, ويدخل مجموعة من الشمامسة في الهيكل, ويفضل مجموعة من الشمامسة برة, أو الشعب برة يحاور الشمامسة جوه ويقولوا ثوك تيتي جوم نمبي او نمبي سمو نمبي آماي شاين أمين إمانويل بن نوتي بن أورو توك, ويرد الشعب بره ثوك تيتي جوم, وهكذا أنتفونة ما بين السمائيين والأرضيين. وكأن الكنيسة فهمة كويس قوي ومدركة ما هي قيمة التسبيح. إنما تيجي بقى المشكلة الكبيرة بقى اللي أنا أساسا جاي عشانها, كل ده كان مقدمة, إنما المشكلة الأساسية إن الناس بتسأل طب موافقين إن يبقى فيه 1048 لحن, انما ليه كمان اللحن يبقى مليان ميليسما ومليان اي اي واو او, اما الدنيا تطول زياده 1048 لحن وقبلنا, طب ليه كمان اللحن الواحد يبقى طويل قوي؟ ده لحن زي بيكس رونز بياخد 18 او 20 دقيقه, تخيلوا 20 دقيقه. النهارده الناس بره ما بتستحملش اغنيه دقيقه واحده,
يقول لك ده أغنية طويلة، وإحنا هنا في الكنيسة نقول لحن واحد 20 دقيقة، طب إيه لازمتها؟ فهو ده السؤال، وأنا متأكد لما بنتسأله ما بنعرفش نجاوب على الناس برة. لما يسألونا ليه عمالين نقول أي أي أو 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 حرام كتير كده، ونخف الموضوع شوية. الهدف النهاردة أن احنا نرد على الناس دي ونقول لهم ما هي قيمة الميليسمة. التطويل ده اسمه الميليسمة أو الإطناب النغمي، اللي هي نقعد نقول الأي أي أو أو دي. فايدتها الحقيقة أو معناها أن باخد حرف لفظي واحد وركب عليه نغمات كتيرة قوي. زي حضراتكم في لحن مشهور قوي اسمه قل الأربان. لحن قل الأربان ده عبارة عن ما فيهوش لا قل ولا أربان، ده هو في حرف واحد، حرف الألفا اللي هو بداية الليلوية، ويبتدي اللحن يقول كذا. يبتدي اللحن يكمل دقيقة ورا دقيقة لغاية ما يوصل تقريبا لحوالي 5 دقايق ما بنقولش غير بس. تخيلوا. طب ايه الاطناب النغمي ده؟ هو الميليسمة اللي هو حرف لفظي واحد اللي هو حرف الالفا ونغمات زي ما انتوا عايزين بقى للصبح. ده عشان نفهم ايه الميليسمة. الهدف من الميليسمة ايه؟ الهدف من الميليسمة الاول ان نفهم ان الميليسمة دي حاجة مش موجودة النهاردة، دي موجودة من زمان قوي، زي ما كتب امين مكتبة الاسكندرية ديمتريوس الفاليروني سنة 297 قبل الميلاد. كتب وقال ان كهنة مصر كانوا يسبحون الهاتهم من خلال 7 الحروف المتحركة التي كانوا يأخذون في الغناء بها الواحد تلو الاخر. تعرف حضرتكم عارفين ان احنا في اللغة العربية عندنا كم حرف متحرك؟ 3، ألف واو ويه. دي 3 حروف الوحيدين اللي نقدر نمد عليهم نغمات. إنما في اللغة المصرية القديمة واللغة القبطية بتاعتنا اللي هي المصرية القديمة برضو 7 حروف متحركة، مغرية قوي. أما نلاقي 7 حروف متحركة إزاي ما مدش نغمات؟ ده أنا همد للصبح، لأن اللغة نفسها عارفين زي اللغة الإيطالي كده، اللي عارف حضراتكم اللي يعرف فيكم اللغة الإيطالي يلاقي كلام الإيطالي كله مولتو مش عارف ايه كابريتشيوزو، كلام كله تلاقيه ممتد كده صح. فاللغة القبطية ايضا او اللغة المصرية القديمة لغة موسيقية بطبعها، فمن زمان وكهنة مصر بيمدوا هذه الحروف المتحركة. انا في صراع مع الزمن، عندي حاجات كتيرة عايز اقولها. ف لسه ما جاوبتش على السؤال، ليه الكنيسة حطت الـ AAOO كتير في ألحانها؟ نمرة 1، لأن احنا محتاجين ان احنا نقلد الملائكة. الملائكة بتسبح على الدوام قائلين قدوس قدوس قدوس، تسبحة بغير فتور بغير ملل. فالميليسمة هي أحد الوسائل اللي تخليني أقدر أسبح تسبيح على الدوام. فالكنيسة فهمة ده كويس، عشان كده قالت الميليسمة اللي موجودة من أيام الفراعنة لازم تتوجد في الكنيسة دلوقتي، لأنها طريقة تخلينا نقرب من تسبيح الملائكة المستمر الذي بلا فتور والذي على الدوام. نمرة 2، أنه الميليسمة بتيجي عشان تعبر عن الفكر الروحي اللي متخبي في الكلام. إزاي؟ بدي مثل دايما بحب أقوله لأنه سهل ويوري الفكر دول. الكلام دايما ممكن ما يبقاش مفهوم. زي ايه؟ بنقول في لحن خريستوس انستي المسيح قام من الاموات بالموت داس الموت. تعالوا نفكر كده، الاثنين موت هي كلمه واحده ميم واو ت، فايه الفرق؟ مفيش فرق. ميم واو ت داس ميم واو ت، طب ايه الفرق؟ الكنيسه تقول لك لا خلي بالك، اوعى تفكر ان الموت ده زي ده، ده فرق شاسع. الموت الاولاني ده موت السيد المسيح القوي الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوه.
الموت الثاني ده موت هزيل وضعيف ومنكسر وقديسة بالموت الأولاني وهو موت الخطية وموت الشيطان. فخلي بالك ده غير ده. عشان كده يجي اللحن يفرق بين مين موته الأولانية ومين موته الثانية اللي زيها. أم يجي اللحن في خريستوس أنست إكنكرون ثناتو ثناتون يبان الفرق. ثناتو الموت الأولاني، ثناتون الموت الثاني. تنزل على الأرض خالص. اللحن هو اللي شرح مش حاجة تانية. نمرة ثلاثة، الميليسما لها قيمة موسيقية فعالة، خلت المؤلفين اللي بره الكنيسة يقلدوها. تعرفين القصة دي معروفة جدا، ان الملحنين كانوا يخشوا كده يقعدوا ورا يستخبوا في الكنيسة كده، واخد بالك، وبعدين يسمع ده اللحن ده حلو قوي، ده الفكرة دي جميلة، ده الانتيفونه دي حلوه، ده واحد لما يقول ويرد عليه الشعب طعمها حلو. طب ما نعمل كده، نعمل اغنيه واحد يقول والكورال يرد عليه. كل الافكار اللي بتتقال في الكنيسه من 2000 سنه كل الناس بره قلدتها. الاسلوب الفردي والاسلوب الجماعي والانتيفونه والاسلوب الريسبونسريالي اللي هو واحد يقول والمجموعه ترد عليه، كل الاساليب دي بره في الكنيسه عجبتهم وخدوها وطبقوها. من ضمن هذه الأساليب أسلوب الميليسما، ابتدوا يعملوا حاجة اسمها الدور، يمكن تعرفوا قالب الدور، قالب غنائي برة في المجال الغنى، وفي جزء مخصوص عملوه ألفوه مخصوص اسمه الهانك، حطوا فيه أهات، يفضل المطرب والمنشدين اللي معاه يفضلوا يقولوا أهات، بيقلدوا الكنيسة، وإحنا مش عاجبنا ألحان الكنيسة. تخيلوا. طب إذا سألت طب ليه؟ أقول لكم الإجابة؟ الإجابة سهلة خالص، عشان بره لو قالوها بتطلع حلوة، وإحنا لو قلناها ما بنقولهاش حلو، بنطلع كشمامسة مش متمرنين ولا عاملين بروفات ولا حاضرين حصة ألحان، وكل واحد بيقول لوحده، فيطلع اللحن دمه تقيل قوي ويطلع متفكك ويطلع مش مفهوم، والناس تزهق وتقولوا ايه ده، ده الميليسما وحشة. لكن هي الميليسما جميلة جدا، بدليل ان الناس بره خدتها. احنا محتاجين بس ان احنا نبذل مجهود، نتمرن، نعمل بروفات تسبيحية علشان اللحن يطلع بدقة شديدة. الميليسما تعطي فرصة للتأمل. تخيلوا من غير الميليسما كانت كل الالحان تبقى عبارة عن مرش عسكري. ريب صالين ابقى طب اش اهري اجون وافكس افطم فافكر، كلام ورا بعض، معلومات دسمة وغزيرة جدا. طب تخيلوا ما فيش ميليسما، كل الالحان هتبقى عبارة عن تك 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 ورا بعضه. فالكنيسة تقولك لا، انا عايز اديك معلومات، وبعد شوية اقولك استنى بقى فكر في اللي انا قلته، اسيب لك مساحة للتفكير. بشبهها زي زمان كده، مش زمان، لغاية النهاردة، أما يجوا يعملوا لنا مثلا خلوة، آسف يعني خلوة روحية، نطلع في مكان كده، فيجي أبونا مثلا أو سيدنا يعمل عظة، وبعد العظة يقول لنا طب يا جماعة في قبل الغداء نص ساعة خلوة، كل واحد يطلع بقى في الجبل أو على البحر أو إيه، يقعد يفكر في اللي احنا قلناه، بيديك مساحة تقعد فيها مع نفسك وتفكر. اللحن بيعمل كده برضو، الكنيسة تديك لحن توتي ابو سنجي مويسيس نمنن شيرن، بس اللحن زي الهوس الاول، لحن سريع ونشيط، وبعدين فجاه يقول لك استنى بقى اقعد فكر بقى في اللي احنا قلناه ده، اديك مساحه للتفكير. خين اوشو الى اخره.
الفكر قال لا ايه اللي حصل ده قطعا انقطع ماء البحر والعمق العميق صار مسلكا، ويبتدي الواحد يفكر قد ايه كانت يد الرب عظيمة وانقذت شعب بني اسرائيل من الهلاك وانه يغرق. تدي فرصة للتفكر، هذه قيمة الميليسما. خامس حاجة وهي الأخيرة، أن أسلوب الميليسما جاء لكي يكون وسيلة لاستعواض الآلات الموسيقية. حضراتكم كلكم عارفين أن احنا هنا في الليتورجيا المقدسة لا توجد آلات موسيقية، صح؟ لا توجد آلة موسيقية. طب إيه الحل بقى؟ الآلة الموسيقية دايما حتى بره إيه اللي بيحصل؟ تلاقوا المغنيين يقولوا جملة غنائية وجملة غنائية وبينهم بيسموها لازمة موسيقية، معلش تعبير ما تعرفوهوش أو يعرفوا الناس الموسيقيين، اسمها لازمة. لازمة يعني فاصل موسيقي، يعني يعمل جملة غنائية وبعدين تيجي كمانجا تعمل فاصل وبعدين يرجع جملة غنائية تانية. الكنيسة ما عندهاش آلة تعمل اللازمة دي، فاعتبرت أن الميليسما هي هذه اللازمة الموسيقية، فكانت الميليسما بمثابة استعواض للآلة الموسيقية. نقول كلام بلحن سريع دمج وبعدين نقول ميليسما كأنها هي دي الآلة الموسيقية، لأن حضراتكم عارفين مفيش كمانجة ولا عود بينطق ألفاظ. حد حضراتكم سمع عن كمانجة بتقول مثلا توتي أبوسن؟ ما حصلتش، صح؟ ما حصلتش خالص. كمانجة لو نطقت يبقى خلاص الجماد نطق، لكن ما بتنطقش. لكن عشان نستعوض هذه الآلة خلينا برضو الحنجرة ما تقولش ألفاظ، أم تبقى الحنجرة هي الآلة الموسيقية، بس طبعا آلة ثمينة جدا لأن ربنا هو اللي خلقها بدون رتوش إنسانية. طبعا الميليسما في الألحان القبطية درجات مختلفة، تبتدي من صفر وتاخد 100% في الآخر. يعني إيه؟ يعني في لحن ما فيهوش ميليسما خالص زي اللي احنا قلناه، قريب صارين، كل حرف لفظي معاه نغمه، وتنتهي بلحن زي قال الاوربان مثلا اللي قلته لحضراتكم كله ميليسما 100% ميليسما. يبقى معناها ان كمان في النص يبقى في تدرج، تلاقوا في لحن في حته ميليسما صغيره ونصه ميليسما ونصه مش ميليسما. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا نقول كيريا لا ايسون، ايه رايكم في اللحن اللي مدته 3 ثواني ده؟ في شويه ميليسما صغيرين وشويه الفاظ صغيرين، صح؟ مزيج. لكن مثلا في لحن تاني زي ما قلت توتي اب هوسن جي مويسيس، كلام ورا بعضه مش كده؟ فما بين ده وما بين ده في تدرج، ما بين الحان كلها ميليسما. حد يسمع لحن الشيري مرد الابراكسيس الكبير ميليسما. حد سمع اي حرف غير شي؟ ايه طويل؟ اه بس جميل بقى. اقول لكم على حاجه بقى، عشان طويل دي اقول لكم على حاجه جميله قوي. انتوا عارفين في العهد القديم ايام اسافه وهيمانه ويتسون وبنوهم واخوتهم، ها لما وقف 4000 سبحوا فامتلأ بيت الرب سحابا. اقول لكم على لحن الشيري مرية ده، لو اتقال ب4000، لو اتقال ب4000 انا اوعدكم
أمام هذه الكنيسة وهذا المسبح وأمام أباء الكهنة إن بيت الرب يمتلئ سحابا وتحصل معجزة. إحنا المشكلة إنه أحيانا كتيرة قوي مش عايز أفتري، أحيانا بنقول شيء بسمع ألحان كده، صدقوني بسمعها في الكنيسة كده وبتعذب، والناس بتطلع في الآخر تقول ليه المليسمة، ليه كل ده، ما على طول نقول ونخلص. طبعا أعظم لحن في العالم لو تقال بطريقة وحشة الناس هتسيب المكان اللي بيتقال فيه اللحن وتطلع بره. مين هيقدر يستحمله؟ مين يقدر يستحمل نشاز؟ أنا عايز أقول لكم الدسقلية وتعاليم الرسل تنص على أن الذي يرتل الإبصالمودية يجب أن يكون لديه الفهم والحكمة والموهبة، ثلاثة مع بعض، واحدة تنقص تحصل مشكلة. يعني لو طلع بصوت جميل قوي وقاعد يقول ومش فاهم، مشكلة كبيرة جدا، بغبغان، واحد بغبغان بيقول كل الناس مش هتفهم منه حاجة. لازم الثلاثة مع بعض، الفهم والحكمة والموهبة. كده اوكي، يعني هو بيقول سيدنا الزهر اتاخر شويه فانا هاخد راحتي، بس انتوا وقعتوا ولا حد تعيش. فعايز بس اقول لحضراتكم انه الموضوع هو موضوع فهم وحكمه وموهبه، ولما بيجتمعوا معا بتحصل معجزه. التسبيحة اللي عملها أسافة وهمانة ويتسون زمان اللي خلاها زلزلة المكان ومجد الرب ملأ البيت، هو إن الناس قالت بفهم وبحكمة، بفهم وبحكمة وبموهبة. أنا عايز أقول لحضراتكم أنتوا تخيلوا إن 4000 اللي كانوا أيام داود النبي كانوا يتدربون على التسبيح نهارا وليلا. يعني أنا بتدرب على التسبيح لمدة نصف ساعة في اليوم، أجيلكم من الشغل مستهلك وبعدين أتدرب على التسبيح. هم كانوا بيتدربوا على التسبيح نهارا وليلا. إيه ده؟ مقطوعين للخدمة. تخيلوا، شوفوا اللفظ، معلش اللي ما يصحش إن أنا أقوله، مقطوعين للخدمة، ما راهمش حاجة غير التسبيح. إحنا تعالوا اتفرجوا على اللي بيحصل في حصص الألحان، فين فلان ما جاش ليه؟ أصل النهاردة عنده ماتش كورة. فما جاش ليه؟ أصل النهاردة عنده مذاكرة، أصل عنده امتحان، أصل راح، أصل جه. الشكل ده بسرعة كده هو عبارة عن تدرج المليسمة من أيام الفراعنة لغاية لما اتنقل للكنيسة القبطية، والكنيسة القبطية كانت مصدر لإلهام للناس اللي كانوا بيخشوا يسرقوا الأفكار والحاجات دهيت. واللي بقوله لكم ده موجود في الكتب، يعني في القاموس الموسيقي بتاع واحد اسمه الدكتور أحمد بيومي، لو جبتوه هتلاقوا فيه اللي أنا بقوله ده، إن الناس كانت بتخش الكنيسة وتاخد أفكار وتاخد، اقروا بس في الحاجات دي هتلاقوني انا ما بقولش حاجه من عندي عشان تبقوا فاهمين. وبعد كده اتنقل حتى في الاغاني الخفيفه اللي بتتقال اليومين دول، هتلاقوا فيها المليسمة، تلاقوا شويه كده المغني يجي سايب مساحه للاهات، حتى في الاغنيه اللي مدتها دقيقه يعمل كده. الحته بقى اللي انا مهم قوي وبعتبر ان انا جاي عشانها النهارده هي الحته اللي جايه دي، اني احسسكم وافهمكم. انا عفوا طبعا انتوا كلكم فاهمين وكل حاجه، بس يعني ممكن يكون ايه زياده معلومه، يعني انه نحس ان الالحان بتاعت الكنيسه لما بتتفهم وتتعرف الحكمه من وراء وجودها وتتقال بالموهبه الصح، الموضوع بيختلف تماما. عشان كده هناخد النهارده مثالين اذا الوقت سمح. هبتدي بمثل عن الصوم الكبير علشان احنا في الصوم الكبير، ومثل عن التسبحة عشان هو موضوع هذا المؤتمر. اول لحن اللي هو شاري افنوتي. شاري افنوتي ده مرد الابراكسيس الذي يقال في ايام الصوم وليس في احاده، يعني في احاد الصوم بيتقال حاجة تانية. ايه بقى شاري افنوتي ده؟ تع
تعالوا نفهم كلامه الأول. بيقول شاري إفنوتي أولي إماف إني نوفي إنتابي لاوس. يرفع الله هناك إماف هناك خطايا شعبه. إنتابي لاوس اللي هو التي للشعب من قبل المحرقات إيفول هيتين بي إتشليل من قبل المحرقات نيمبي استوي انتي بيستوي نوفي ورائحة البخور الزكية. وبعد كده اكز مارو اوت. خلص الكلام بتاع اللحن. هرجع تاني معلش اقوله بسرعة تاني. شاري افنوتي اولي اماف يرفع الله هناك اني نوفي انتابي لاوس خطايا الشعب من قبل المحرقات ايفول هيتين بي اتشليل نيم بي استوي انتابي استوي نوفي ورائحة البخور. وبعد كده اكز مرقوت. هذه هي معاني اللحن. بس نسأل سؤال، أول سؤال نسأله، ما مدى مناسبة هذه الكلمات للصوم الكبير؟ بمعنى الكنيسة اشمعنى اختارت هذه الكلمات في الصوم؟ عايزين نفهم، مش كده؟ هو ده الهدف. لو أنا فهمت هتلاقيني بحب اللحن، لو ما فهمتش هيبقى في حاجز بيني وبين اللحن. الله يرفع هناك خطايا الشعب من قبل المحرقة ورائحة البخور. حضراتكم عارفين إن أهم سمة تميز الصوم الكبير إيه؟ المطنيات، صح؟ وما قيمة المطنيات؟ إن دايما الإنسان ينسحق، مش كده؟ يضع أمامه خطيته ويبتدي يضرب مطنية وكأنه بيتزلل أمام الرب. هو ده الكونسبت الرئيسي أو المفهوم الأساسي للصوم، إن الإنسان يحط قدامه خطيته ويبتدي يطلب غفرانها. فالإنسان اللي حاطط قدامه خطيته ممكن يحصل له ايه؟ ممكن يحصل له صغر نفس. واحد يلاقي على طول نفسه عمال يقع في الخطية، زي ما بيقول الصديق يسقط 7 مرات في اليوم ثم يقوم. ممكن من كتر سقوطه ممكن يحصل له احباط ويأس، يقول طب ما انا ما فيش فايدة، انا بقى خلاص كده انا مش هينفع. الكنيسة تيجي تقول له استنى بقى، خد اللحن ده يطلعك من اليأس. لحن حماسي يتقال بطريقة نشيطة جدا ويخلي هذا المؤمن اللي منكب في المطنيات يشده كده، زي ما يكون الكنيسة بتعمله كده، قوم بص هناك على هذا المذبح هتلاقي أمل وهتلاقي فيه غفران خطية وهتلاقي فيه محرقات بتتقدم تغفر كل الخطايا. شاريف نو تي او 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 لاحظوا اللحن عامل ازاي. انا بشبهه كده عامل زي المارش العسكري. معلش هعمل تصرف كده لا يليق ان اعمله في الكنيسه، بس عايز احسسكم بيه. يعني هو فعلا عامل زي المارش العسكري. شاريف نوتي، تحسوا كده انه لحن سيريس كده جاد نشيط، صح؟ تفتكروا اللحن اللي قلته من شويه قال الاوربان؟ مختلف تماما. لحن تاني، صح؟ انما هنا اللحن بقى حماسي لانه حاسس بالمشكله، حاسس ان المؤمنين اللي موجودين في الكنيسه منكبين في مطنيات. وخصوصا امتى بقى؟ هيتقال بعد شويه سفر من اعمال الرسل، هيتقال اصحاح من اعمال الرسل، هيتقال فيه
قد إيه بطرس أقام طبيطة من الأموات، وقد إيه كان ظل أحدهم يشفي الأمراض ويخرج الأرواح الشريرة، هيسمع معجزات لناس كانوا زيه. طب هو مش زيهم، فممكن يحصل له إحباط ويأس. عشان كده يجي اللحن يقول له الله يرفع هناك خطايا الشعب، ما تخافش خطايا كل الشعب. اللي أبونا لمها وهو بيلف ومعاه المجمرة وعمال يستقبل هذه الخطايا واعترافات الشعب في لفة البخور، هذه سيضحى على المذبح هناك، مش هنا، مش هنا حيث يجلس الشعب في المسوح والرماد، لا هناك على هذا المذبح. شاري افنوتي بصوا السلم اللي نازل ده، يديني احساس كده انه كانه بيقول انه خلي بالك مهما كانت خطيتك في الحضيض الاسفلي هجيبك برضو وهتطلع هناك وهتتغفر. يعني واخدين بالكم؟ بص الاحساس بتاع اللحن. طبعا مفيش شك، انا برضو بحب انوه للنقطه دي انه ده تامل شخصي مني، ده مش موجود في الكتب، ده تامل مني انا شخصيا لاحساسي باللحن رايح فين، طالع ازاي ونازل ازاي، وليه السلم هنا. ولما ببص في طقس الكنيسه بلاقي ان في علاقه بربطها انا وبقولها لكم. فعشان بس ما حدش يتخيل ان دي فاندمنتال بيزس يعني او حاجات اساسيه، لا دي اجتهادات شخصيه مني، بحس ان اللحن بيمليها لي وانا بقول اللحن من خلال دراستي للطقس بتاع الكنيسه ودراستي للموسيقى، بحس ان هو ده اللي حاصل. يعني هنا بيقول إما لاحظوا ان اللحن عالي شويه بعد ما كان مبتدي شاري، عالي سنه وكانه بيرفع نظرك الى هناك الى إماف دهيت عايز اقول حاجه تاني بعد اذنكم. لاحظوا في بدايه اللحن حاجه كده ما تتناسبش مع الصوم. بصوا الجمله دي، شاري افنوتي ايه الزخارف دي؟ حاسين تا 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 تا، ايه الزخارف السريعه دي؟ دي تنفع في الصوم؟ حد وهو رايح في الكنيسه في الصيام بيلبس حاجات مزخرفه وحلي ومش عارف ايه وكده؟ خالص، لان الصوم نسك. لو هو عنده حاجه فيها ديكور ولا فيها حلي كده بيخلعها، لكن الكنيسه اصرت في هذا اللحن الناسك انها تضع هذه الزخارف وكانها بتوحي اليك بالبهجه والامل، ما تخافش الله يرفع هناك خطايا الشعب. ففي امل وفي بهجه، والزخارف دي تعبر عن هذه البهجه وعن هذا الامل. زي ما قلنا ان اللحن بيتقال قبل قراءه الابراكسيس في ايام الصوم مش في احاده. براكسيس طبعا عارفين انها كلمه يونانيه. انا طبعا في حاجات من اللي ظاهره قدامكم على الشاشه بعتمد على ان كنتوا قريتوها، فما بقولهاش عشان ما يبقاش في ملل، وفي نفس الوقت عشان استفيد بالوقت باقصى حاجه. يعني لا بس هخلص ده الاول وتصابوني، عايز مرد الانجيل كمان تهريني. واحد واحد، ما احنا سيدنا متاخر. في هنا كذا لحن، العلم في الحان كتيره ومعمول ليها داتا شو. والحقيقه عايز اقول لكم ان الدكتوره مها المدام بتاعتي هي اللي عامله المجهود الكبير ده، مش انا لوحدي يعني. عشان يعني هي فعلا امبارح سهرت للساعه 7 الصبح علشان
الماتيريال دي تبقى جاهزة النهاردة أو الحاجة دي تبقى جاهزة. خلي بالكم ليه اللحن ده اتكلم عن البخور ورائحة البخور ليه؟ لأن في ربط كده كنسي لازم نبقى فاهمينه. لما نشوف البخور الذي هو صلوات القديسين لازم نبقى فاهمين أن البخور يرمز للمعاني بتاعت الاحتمال للألم والضيقة والصبر والانسحاق والنسك بالمطنيات. الإنسان بيفني جسده ويجي الجسد اللي بيحترق ده يبقى عامل زي حتة البخور اللي بتتحط في المجمرة فتسيح وتحترق وتطلع منها رائحة زكية. فالكنيسة بتعرفنا ان الإنسان الذي له هذه الخطايا إذا سحق جسده وأثنى ذاته بالنسك والتقشف هيطلع منه رائحة كرائحة البخور الزكية، ويشتمها أبوه السماوي كما اشتم ذبيحة ابنه الوحيد وقت المساء على الجلجسة. في قول جميل قوي لماري أفرام السورياني يقول: قد جعلت ذاتي كنيسة للمسيح وقربت له داخلها بخورا طيبا أعني أتعاب جسدي. يعني البخور الطيب اللي قدمته ده هو أتعاب جسدي، كل ما أتعب من أجل المسيح ومن أجل أن أنا أسحق جسدي بالمطنيات وبالنسك وبالتقشف وبالصوم الانقطاعي كل ما تفوح من جسدي رائحة البخور الزكية. عايز أقول أن هذا اللحن الجميل الممتلئ قوة تشدد المؤمنين إذا اجتمعوا مع بعض في الكنيسة وانسحقوا ودابوا هتفوح من أجسادهم هذه الرائحة، وكأن اللحن بنغماته الرصينة هو بيستطيع ان هو يشدهم ويطلعهم من عمق الخطية بالنغمات بتاعته الرصينة القوية فتفوح من أجسادهم رائحة البخور. طبعا كل اللي مكتوب ده احنا قلناه، بس بحب كده تسترجعوه بأعينكم كما سمعتوه بأذانكم. بيجي سؤال بقى، طيب الكنيسة دي فعلا غريبة جدا، فعلا كنيستنا دي اللي يمشي وراها يبقى مطمن قوي. ليه اللحن ده ما بنقولوش في الأحد؟ حاجة غريبة أوي. طب ما احنا في الصوم، هو الأحد ده ما هو جوه الصوم برضو، يعني هو يوم الحد ده مش جوه الصوم الكبير، طلع براه يعني ما هو جواه. طب ليه ما بنقولش شاري افنوتي جوه الصوم الكبير؟ أم العملية تبقى عادي بقى أقوله يوم الجمعة والسبت والحد والاثنين عادي وما نصعبش الدنيا وما نحطش لحن تاني والشمس هيضطروا يحفظوه والشعب يسأل طب ما احنا مش فاهمين، ويجي جورج يقعد يوجع دماغنا ويقول لنا طب ما هفهمه لكم، مش عايزين نفهم يا عم، بس كان لحن واحد كفاية. الكنيسة تقول لنا لا، أحد الصوم غير أيام الصوم، لأن حالة النسك في أحد الصوم بتقل خالص. طبعا في الصوم في الأيام بنصوم انقطاعي، في الحد بنصوم. طب ليه؟ لو ده زي ده كنا كله نصوم انقطاعي. إن الكنيسة بتعتبر إن أحد الصوم أحد فرح. ليه؟ لأن أنا وأنا صايم أنا باصص بعيد شوية، شايف إن بعد شوية في قيامة جاية، صح؟ فوأنا في حد الصوم باصص على القيامة، لكن وأنا في أيام الصوم باصص على الصوم والنسك وخطيتي والمطنيات وهكذا. عشان كده الموضوع بيبقى مختلف. أجي في أحد الصوم أقول أريبا مفئي أوبا صح؟ ده اللحن اللي بنقوله في أحد الصوم لمرد الإبراكسيس. إنما في أيام الصوم نقول إيه؟ شاري إفنوتي أو لحن تاني خالص بكلام تاني
خالص. شوفوا حكمة الكنيسة. عملت لكم كده بس مقارنة صغيرة تحسسكم بالفرق بين الاثنين، مرد الإبراكسيس اللي بيتقال في أيام الصوم ومرد الإبراكسيس اللي بيتقال في أحد الصوم. زي ما حضراتكم شايفين في أيام الصوم النغمات حماسية، شاري افنوتي او 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 الخطية مهما نزلت هجيب، فاكرين؟ والزخارف فيها الأمل. فالنغمات حماسية ترتفع بالإنسان من يأس الخطية. الكلام كلام فيه ثقة، الله يرفع هناك خطايا الشعب كله من قبل المحرقات ورائحة البخور، صح كده؟ فالموضوع كله فيه أمل وفي، إنما في الأحاد بقى الموضوع مختلف. النغمات مفرحة، أريبا مفئي او با شو او، ويتقال ممكن بالدف ويبقى فيه بهجه من الكنيسه عايزه تفهمنا ان خلي بالك انت النهارده في الصوم، بس في احاد الصوم. طب عشان تعمل الكنيسه توازن، بصوا الحكمه العميقه، عشان تعمل التوازن ده تعمل ايه بقى؟ تحط كلام. حد عارف قريبه مفئي اوبا شويس بنقولها امتى؟ اقول لكم بتتقال امتى واقول لكم لحنها بيبقى ازاي. قريبه مفئي اوبا شويس اكشان ايخين تكمت اورو. بصوا اللحن عامل ازاي، بصوا الحزن اللي فيه، بصوا النغمات الشجية. قريبا مبي او باشوي اكشان ايخين تكمت اورو. لحن دامس في حزنه، شجي في نغماته، مش كده؟ الكنيسة عملت توازن رهيب جدا، راحت قالت هذا اللحن، آسف، كلمات هذا اللحن بنغمات مختلفة تماما. قريبا مبئي أوبا شو. حد حاسس بالحكمة دي؟ ان هي وانت بتقولك النهاردة انت في احد الصوم احنا فرحانين لان احنا شايفين القيامة اهي، بس اوعى تنسى احنا في الصوم، فخلي بالك بعد شوية قليلة هنخش على اسبوع الالام وهتفتكر الرص اليمين، فاوعى تنسى. نفرح بس احنا في الصوم، احنا مش بنفرح اي فرح زي لو كان الحد ده عيد القيامة. تفرق لو الحد عيد القيامة، اقولك كلام تاني خالص، صح؟ فهمنا كده تقريبا الهدف وحكمة الكنيسة من هذا. تيجي بقى الحتة اللي الناس برضو بتبقى مش واخدة بالها منها، ما هي علاقة الكلمة بالنغمة؟ في ناس كتيرة قوي بيعتبروا ان مفيش علاقة بين النغمة والكلمة، وفي ناس بتقول ان الالحان القبطيه بتاعتنا هي الحان فرعونيه صرف، بمعنى انه بيجيبوا هذه الالحان من المعابد الفرعونيه وبعدين تيجي الكنيسه تقول لهم خدوا هذا النص القبطي حطوه على هذه النغمات يطلع الالحان بتاعتنا. كذب وافتراء، مش ممكن يكون ده اللي حصل ابدا. لو ده اللي حصل كانت تحصل حاجات كتيرة جدا، انه كنتوا تلاقوا اللحن يبقى في حاجات مفرحة والكلام بتاعه حزين، وتلاقوا اللحن نشيط
والكلام بتاعه اساسا عباره عن في بتلاقوا اللحن في نسك وتقشف، لكن الكلام بتاعه في بهجه تحصل لخبطه. لكن الكنيسه وضعت هذه الالحان، وهذا مؤكد وكتب عنه فيلو اليهودي السكندري في ايام الرسل، ان كان الرسل وكان الاباء بتوع الكنيسه الاوليين كانوا بيصيغوا ويؤلفوا الحانا. لانه هل تتخيلوا حضراتكم ان الكنيسه على مدى العصور الاولى او الثلاثه قرون الاولى ما كانش فيها ولا ملحن؟ يا نهار ابيض، انتوا تتخيلوا في جيل من الاجيال بلا ملحن؟ تتخيلوا في جيل من الاجيال بلا شاعر؟ ايه ده، في هذا في هذه الحقبة الزمنية على مدى ثلاث قرون مات كل الملحنين والمؤلفين؟ لم تنجب مصر مؤلفا وشاعرا؟ كلام ما ينفعش يتقال. كانت الكنيسة فيها مؤلفين، وهذا ما كتبه فيلو المؤرخ اليهودي السكندري الذي عاش أيام الرسل في سنة 55 وفي الفترة دي. عشان كده استرجاع تاني كده للي أنا قلته قبل كده، هتلاقوا فعلا في علاقة بين كل كلمة والنغمة، إنه هتلاقوا اللحن فعلا بيبتدي بهذا الشكل الحماسي علشان يعبر عن هذا الأمر، إنه ينتشل الإنسان من الحزن وتيجي السلالم الهبطة دي تؤكد إنه مهما كانت الخطية واخداك لتحت، هذا اللحن يستطيع أن يرفعك إلى فوق. وعند كلمة إماف حسينا إن اللحن فعلا طلع وعلي، وبعد كده وكأنه فعلا بيفكرنا بالعارفين في مرد كده جميل اللي هو أسبازيستا، لحن بيتقال اللي هو قبلوا بعضكم بعضا، وبعدين يقول الشماس فيه انظروا إلى ناحية المشرق لتنظروا، أو آسف ارفعوا أعينكم إلى ناحية المشرق لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إلهنا موضوعين عليه. فكأن إماف بتاخدك وبترفع عينيك عشان تروح عند المذبح. وبعدين بقى يجي حتة انتبي لاقوس اللي هي عند كلمة الشعب، تلاقوا اللحن يختلف. انتبي لاقوس ايبو الهيتين بيتشليل. انتبه لاقوس لما تسمعوها في وسط السياق تلاقوها مختلفة خالص، الإيقاع عندها بيتغير، وكأن الكنيسة بتقول خلي بالك الهدف في الموضوع كله أنت. الشعب ده هو ده الاهتمام بتاع الكنيسة، وهو ده اهتمام السيد المسيح بذاته الذي يترك الخراف ويبحث عن خروف واحد ضال. الكنيسة بتدور عليك أنت، فعاملة سبوت على انت بي لاوس ايبو الهيتين بيتشليل نام بي استوي انت بي اي 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 اي. فاكرين الجملة دي؟ فاكرينها لما قلت لكم فيها زخرفه؟ رجع تاني قالها. لاحظوا بقى هذه هي العبقريه الموسيقيه. هنا العبقريه موسيقيه مش روحيه. ليه بقى؟ الكنيسه وهي بتصيغ الحانها هي زي ما قلت لحضراتكم ان الموضوع علمي، زي ما كان ايام داود النبي. عايز اقول لكم في كتاب في مكتبه هنا، مكتبه القلب المقدس اللي في غمره، كتاب عن الآلات الموسيقية أيام في القديم، يعني منها شابتر عن الآلات الموسيقية والغناء أو أيام في إسرائيل. فمكتوب عن أن داود النبي كانت عنده أكاديمية للفنون زي اللي عندنا في الهرم، أكاديمية فنون، وفي هذه الأكاديمية كان هناك 12 قسم لتعليم الموسيقى، 12 قسم، وبهذا هذه الأقسام 24 أستاذ. شغل بروفيشنال، شغل على مستوى علمي دقيق جدا. فالأباء القديسين اللي حطوا الألحان دي ما همش ناس زي، معلش ما تزعلوش مني، أنا حضرت في الآخر كده كنت سامع سيدنا بيتكلم عن التراتيل اللي بتطلع والناس بتعملها، ولا دريانة بحاجة ولا درس حاجة ولا متعمق
في شعر ولا في نثر ولا في اي مش عارف اي حاجه، هو عايز يعمل حاجه لربنا زي ما عمل قايين. انا دايما اشبه كده اقول زي الفرق بين ذبيحه قايين وذبيحه هابيل. ذبيحه قايين راح مقدم ربنا اي حاجه، خد يا رب شويه العشب دول حلوين قوي، وراح رميهم له كده. لكن هابيل لا، قعد يتأنى وهو بيقدم الذبيحه وينقي من سمان محرقاته. فالاباء القديسين الاولين كانوا ناس علميين وبيقعدوا يتأنوا ويفكروا اعمل اللحن ده ازاي، والكلام اللي يتكتب ازاي علشان يبقى امتى يتقال، ويتقال ازاي، ويتقال فين، ويتقال بعد ايه وقبل ايه. موضوع علمي وموضوع روحي متكامل. عشان كده التراتيل انا بسمع حاجات عايز اقول لكم ببقى زعلان قوي. حضراتكم يمكن سمعتوا في العيد اللي فات كان حديث كده جه اسمع أرو